نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية، مرحبا بكم ونبدأها بالعناوين. دعما لمنظومة النقل العام، الرئيس السيسي يتفقد نماذج مركبات متعددة الاستخدام وأحدث المركبات المدرعة لمكافحة الإرهاب. الحكومة توافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام وتتخذ إجراءات لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. في بارقة أمل لمواجهة كورونا، بريطانيا أول بلد في العالم يرخص لاستخدام لقاح فايزر وبايونتك. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. المالية تعلن إلزام جميع جهات الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية. تفاصيل النشرة، مرحبا بكم. في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة. كما تفقد الرئيس السيسي أحدث المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة وفق أحدث النظم العالمية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تفقد أيضا أحدث المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وذلك وفق أحدث النظم العالمية في إطار دعم القوات في أعمال مجابهة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة المدنية. واطلع السيد الرئيس أيضا على عرض من السيد اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفويض وزيري الصحة والمالية للتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين المعروف باسم جافي لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. كما وافق مجلس الوزراء على توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات والعرض على مجلس الوزراء. وعرضت وزيرة الصحة تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحا تصاعدي خلال هذه الفترة. على صعيد آخر، وافق المجلس على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام، استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذلك استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا. من ناحية أخرى، استعرض الدكتور ياسمين فؤاد نتائج ومؤشرات خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، مشيرة إلى نجاح جهود الحكومة لمواجهة نوبات تلوث الهواء في خفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية بما يقدر بنحو 2.24 مليار جنيه.
هذا وقد استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العاصمة الإدارية العالمين، الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العالمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كيلومترا. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن شركة المقاولون العرب ستتسلم غدا جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، وهو ما يعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على تحقيق نجاحات في الداخل والخارج. هذا وقد أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المعروف باسم إيجيبت بي في فاز بجائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020. وأضافت الوزيرة أن هذه الجائزة تعد من أكثر الجوائز تميزا في مجال الطاقة، وقد تم منحها للمشروع لتقديمه أفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت، كما أوصى مدير المعهد بنقل التجربة لدول أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه المشروع المصري الوحيد الذي تم اختياره منذ بداية تلك الجائزة الدولية منذ 20 عاما، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. باشمهندس محمد مساء الخير، حدثنا بداية عن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة وأهم ما يتميز به عالميا. مساء الخير يا فندم، أحب في البداية أقول إن ده مشروع فعلا خد الجائزة العالمية، ودي أكبر جائزة عالمية في مجال الطاقة، والمشروع فعلا كان نموذج عالمي. أحب بس في البداية أشكر معالي وزيرة التجارة والصناعة على دعمها المستمر فعلا لينا كمركز تحديث صناعة لنجاح المشروع ده. ده كان له تأثير كبير جدا على النتائج الغير مسبوقة عالميا لهذا الإنجاز في مجال الطاقة المتجددة، وكمان وحماية البيئة لأنه بيخفض انبعاثات الكربون. المشروع أهميته في أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة المفروض أن احنا في رؤية 2030 لمصر والاستراتيجية العامة للدولة ده محور مهم جدا، وبالتالي كون مصر تاخد الجائزة العالمية الأولى من وسط 109 أو 120 مشروع وعلى مستوى 29 دولة. أنا بس عاوز أقول إن 29 دولة دول منهم أستراليا، الولايات المتحدة، كندا، هونج كونج، الهند، الإمارات، وعديد من الدول الأوروبية. فإحنا يعني المشروع فعلا كان مميز جدا، والمعهد الطاقة العالمي ده أكبر معهد طاقة في العالم في بريطانيا أقر وإدانا الجائزة الأولى في العالم. باشمهندس محمد، المشروع فاز بجائزة معهد الطاقة البريطاني كما أسلفت سيادتك كأفضل المشروعات لخفض غازات الاحتباس الحراري. في هذه الجائزة برأيك ما الذي تعكسه ومدى التقدم الذي تحرزه مصر في مجال الطاقة المتجددة؟ إلى أين وصلنا؟ في الحقيقة الجائزة بتعكس قد إيه القيادة المصرية وقد إيه الخبرات اللي موجودة في مصر حالياً أصبحت خبرات قوية جدا، وبدليل إنها تكسب في جائزة عالمية في وسط 120 مشروع عالمي في دول عالمية. فده يؤكد إن إحنا مهتمين جدا بالطاقة المتجددة، وده كمان بيحمي البيئة وفكرة انبعاث خفض انبعاثات الكربون. المشروع عاوز أقول لحضرتك إن هو حقق حوالي 7.9 كيلو طن انخفاضات في السنة في انبعاث ثاني اكسيد الكربون، ودي حاجة عالميا على مستوى كبير. الحاجة الثانية، المشروع ده تكون من 115 محطة طاقة شمسية تم تركيبهم وتشغيلهم بأيدي مصرية بالكامل، طبعا بدعم من مرفق البيئة العالمي في التمويل. المشروع اتكلف حوالي 7.7 مليون دولار استثمارات، منهم مليون دولار منحة. المشروع بيقول ان مصر اصبحت من الدول التي تعد في العالم على مستوى عالمي في تطبيق استخدام الطاقة الشمسية وتركيبها وتشغيلها، وبالتالي ده توطين للتكنولوجيا في مصر، ده دعم مستمر من وزارة الصناعة لمركز تحديث الصناعة في التنفيذ.
نعم، شكرا جزيلا لك المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة غاز الأقاليم ريغاز لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية. يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مجالات صناعية وزيادة تطوير المنتج المحلي وكذا توفير فرص عمل جديدة. ترأس الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة مخططات ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية، مؤكدا اهتمام الدولة بإبراز روعة التراث المصري الأصيل الممتد عبر العديد من الحضارات المتعاقبة. وعرض رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية تقريرا حول الدراسات الخاصة بالبدء في تطوير مسجد الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به بالقاهرة التراثية على غرار ما تم في مشروع روضة السيدة، كما عرض تقريرا حول تطوير هذه المنطقة التاريخية البارزة والمباني التراثية المراد رفع كفاءتها وترميمها بمنطقة الحسين، وكذلك تطوير خان الحسين للحرف اليدوية وجعله نقطة مركزية للأنشطة الحرفية والسياحية والترفيهية. وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء في ترميم وتطوير المناطق التي عرضها مسؤولو الهيئة الهندسية بعد تحديد التكلفة التقديرية وإخراج هذا المشروع على أعلى مستوى. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة وإقامة مجمع صناعي حرفي في عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع في القرى المستهدفة بالمبادرة. وكلف مدبولي الوزارات والجهات المعنية ببدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، مع ضرورة مشاركة مؤسسة حياة كريمة بما تضمنه من الشباب من أجل التعاون مع الحكومة في تنفيذ المستهدفات في هذه المشروعات الهامة. وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتي ستسهم في توفير العديد من فرص العمل لأهالي هذه القرى. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكدت هيئة الدواء المصرية توافر جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومطمئن تماما، حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية. وأشارت الهيئة إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية حرصا من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال القادمة عبر تعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة وتحقيق فوائد مالية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالة السعيد أمام قمة مصر الاقتصادية، نيابة عن رئيس الوزراء التي انعقدت اليوم في القاهرة بحضور أكثر من 20 من الخبراء وقادة الرأي بالقطاع الحكومي. وأشارت السعيد إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقات لدخول شركات متعددة رغم التحديات الاقتصادية في الفترة الأخيرة. كذا لفتت إلى توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاص من خلال 5 شركات. كما أكد الدكتور هالة السعيد خلال كلمتها أن الاقتصاد المصري يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وفقا لشهادة المؤسسات الدولية، مشيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته البلاد خلال السنوات الماضية.
قد أدى تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ودائما بؤكد برنامج الوطني النابع من داخل الدولة المصرية، منذ نوفمبر 2016 إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019-2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد-19. فقبل الأزمة وكثمار الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام، و5% خلال الربع الثالث من 2019-2020، والذي شهد بداية أثار كوفيد-19. وينضم إلينا هاتفيا دكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف. دكتور علي، بعد التحية، إلى أي مدى أسهم إنشاء صندوق مصر السيادي في زيادة الاستثمار وحسن استغلال موارد الدولة؟ أهلا بحضراتكم. صندوق مصر السيادي من الصناديق أو من القرارات المهمة جدا والمؤسسات المهمة جدا اللي تم إنشائها واستحداثها في الاقتصاد المصري، والأساس في كيفية استغلال الموارد أو الأصول الغير مستغلة داخل الدولة المصرية في جميع محافظات وفي جميع القطاعات. نقطة الأهمية فيه أنه الصندوق السيادي بيبقى ليه قدرة كبيرة على جذب شركات أجنبية والشراكات من القطاع الخاص، وبالتالي تشجيع الاستثمار وما يترتب عليه من عملية نقل قد تؤدي إلى نقل تكنولوجيا في مجموعة من الصناعات، وبالتالي ده في غاية الأهمية وخلال الفترة القادمة. نعم. طب دكتور، القمة الاقتصادية ناقشت أيضا مسألة تعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة، إلى أي مدى يمكن تحقيق فوائد مالية مستدامة من هذه الأصول كما تم الذكر؟ طيب، لو احنا شفنا على جميع الأراضي المصرية هنلاقي في كمية أصول وكمية مشروعات كتيرة جدا غير مستغلة في جميع المحافظات. في عدد من المؤسسات المصرية بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي زائد برضو هيئة تنمية الصعيد، دي بدأوا يشتغلوا بصورة كبيرة جدا في إعادة تعويم وإعادة تشغيل المشروعات دي وما يترتب عليه من زيادة في الناتج المحلي وبالتالي الناتج القومي الإجمالي. كم مشروعات كبير جدا، وفي مشروعات متوقفة يمكن من أكثر من 10 سنين و15 سنة، وبالتالي استغلال الموارد دي في غاية الأهمية. ده زائد برضو في مجموعة من الموارد المتاحة والإمكانيات المتوفرة داخل المحافظات المصرية لم يتم استغلالها، وجود الصندوق وتوجه الدولة لاستغلال تلك الموارد وتعظيم القيمة المضافة منها سيدعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة خلال الفترة اللي جاية. نعم. دكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بدأت فترة الصمت الدعائي لمرشحي جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب استعدادا للاقتراع. يأتي هذا فيما دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة لطبع وملء بطاقات الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر للمصريين في الخارج. وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بأنه فور تلقي الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها ضمن جنسيات أخرى 2 من المواطنين المصريين وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطفين، قامت وزارة الخارجية على الفور بالتواصل مع سفارتنا في أبوجة للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى،
وتواصل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية ووزارة الخارجية متابعتها مع السلطات النيجيرية لبذل كافة الجهود حرصا على أمن وسلامة المواطنين المصريين المختطفين والعمل على سرعة الإفراج عنهما. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. الأمم المتحدة تؤكد أن هناك دولا تواصل إدخال السلاح إلى ليبيا وتضر بمصالح شعبها. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020. أهلا بكم. أقرت هيئة تنظيم الدواء البريطانية رسميا استخدام لقاح فايزر بايونتك المضاد لفيروس كورونا لتصبح بذلك أولى دولة تتخذ هذا القرار على مستوى العالم. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رحب بالقرار مؤكدا أن الحماية التي سيوفرها اللقاح ستسمح بمعاودة الحياة إلى طبيعتها وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد. أخيراً وبعد طول انتظار لاح ضوء في آخر النفق المظلم الذي أدخل فيه فيروس كورونا المستجد البشرية على مدار العام المنصرم، فها هي بريطانيا وبشكل رسمي تمنح ترخيصاً لتعميم استخدام اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر وباينتك ليكون متاحاً اعتباراً من الأسبوع المقبل في مسعى حثيث لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 60,000 شخص في ربوع المملكة حتى الآن. ترخيص أصدرته الحكومة بناء على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالتصريح باستخدام اللقاح الذي يتسم بمعايير سلامة نوعية وفاعلية صارمة بحسب الوكالة. لقد منحنا الترخيص للقاح بطريقة صارمة للغاية وبدون أي تسرع، وذلك بعد عمل الفرق البحثية المستقلة بالتزامن مع النتائج التي أظهرها اللقاح دون إغفال أي جانب. من جانبه رحب رئيس الوزراء البريطاني بالقرار مؤكدا أن الحماية التي سيوفرها اللقاح ستسمح على المدى الطويل بمعاودة الحياة إلى طبيعتها وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد. ترحيب أكدته الحكومة على الفور بإعلانها توافر اللقاح اعتبارا من الأسبوع المقبل بعدما أكدت شركة فايزر وباينتك إنتاج صناديق شحن مخصصة لحفظه وضمان نقله بشكل آمن وسليم. أود فقط أن أشكر جميع العلماء من فايزر وبايونتك الذين عملنا معهم عن كثب. نحن أول دولة في العالم لديها لقاح مصرح إكلينيكيا بإطلاقه. البرنامج سيبدأ إلى الأسبوع المقبل والمستشفيات مستعدة لاستقباله. وعلى جانب آخر وفي أكثر الدول تضررا من الوباء بوفيات تجاوزت 270 ألف شخص، تنتظر شركة موديرنا موافقة الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير لتبدأ في توزيع لقاحها الذي أثبت نجاعة تجاوزت 95%. إذن هي أمال عريضة معلقة على تلك اللقاحات في إنقاذ البشرية من كورونا والذي تسبب في خسائر صحية واقتصادية فادحة على مدار عام كامل. وفيما له صلة، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم العام ضد الفيروس في بلاده في نهاية الأسبوع المقبل. وصرح بوتين خلال مشاركته في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع الروسية أن موسكو تمتلك حوالي 2,000,000 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم إنتاجها في البلاد، الأمر الذي يسمح ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق إن لم تكن جماعية. وأضاف الرئيس الروسي أن الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس وهما الأطباء والمدرسون. إلى هذا، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف، وأكدت المنظمة تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس في العالم بنحو 4 ملايين إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بقليل مما كان عليه في الأسبوع السابق. وأضافت أن عدد الوفيات جراء الفيروس زاد بنحو 70,000 خلال الأسبوع، وهو أعلى من المسجل في الأسبوع السابق له.
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الفنلندي استعرضا خلاله سبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين والتطورات الإقليمية الحالية. وخلال الاتصال أكد الوزيران تطلعهما لمواصلة التشاور المستمر، وأشادا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن في الميزان التجاري، فضلا عن جهود استئناف السياحة الفنلندية إلى مصر. كما تناول الاتصال مجمل ملفات المنطقة بما في ذلك منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا وآخر مستجدات ملف سد النهضة، حيث استمع الوزير الفنلندي للرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وجهود التوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام المنشود. أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أطرافا ما زالت تواصل إدخال السلاح إلى ليبيا ما يضر بمصالح الشعب الليبي، مؤكدة وجود نحو 20,000 من القوات الأجنبية والمرتزقة داخل الأراضي الليبية في انتهاك سافر ومروع للسيادة الليبية. كما حذرت الأمم المتحدة أطراف الحوار السياسي الليبي من التقاعس وعرقلة جهود الحل السياسي للأزمة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك ضرورة لدعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن 20% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم لبنان، دعا ماكرون إلى تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان خلال الشهر الجاري للضغط على الطبقة السياسية. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي للبنان خلال المؤتمر الذي عقد بشكل طارئ في أغسطس الماضي بعد 5 أيام فقط من انفجار المرفأ، وبحث الاحتياجات الجديدة. أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن إسرائيل حولت أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية. وأضاف الشيخ عبر حسابه على تويتر أن تلك الخطوة تأتي بعد أسبوعين من عودة التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أعلن المتحدث باسم الكنيسة الإسرائيلية أن النواب وافقوا على حل المجلس في قراءة أولى كخطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل الكنيسة على موافقة 61 عضوا مقابل 54 من أصل 120 عضوا بالكنيسة. وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إعلان وزير الدفاع ياني جانس نية حزبه أزرق أبيض مغادرة التحالف مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. ويتطلب مشروع القانون المصادقة عليه 3 مرات قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة. وإلى أثيوبيا، حيث أبلغت مصادر رسمية في أديس أبابا الأمم المتحدة بتأمين ممر إنساني مفتوح في منطقة تجراي. يأتي هذا استجابة لمناشدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للسلطات الأثيوبية بالسماح لها بالوصول إلى 96,000 لاجئ إريتري في إقليم تجراي بشمال البلاد. يأتي هذا بينما حذر رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قادة الإقليم من أنهم في مرمى نيران الجيش. في المقابل أكد رئيس تجراي تصميمه على البقاء في المنطقة، مؤكدا استمرار المعارك مع الحكومة. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق بهدف ضبط جرائم الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط عدد من القضايا في هذا السياق. كما تتواصل حملات الإدارة لتحقيق الانضباط في الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. تتواصل النتائج الإيجابية التي تحققها وزارة الداخلية في إطار مجابهتها للجرائم التموينية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط ما يقارب 16 طن مكرونة مجهولة المصدر بحوزة مسؤولة عن مخزن خاص بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالشرقية كان يهدف لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص. واستمرارا للنجاحات التي حققتها الإدارة بالشرقية، تمكنت من ضبط 19.5 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض ومجهولة المصدر، إضافة إلى أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص. وبنطاق محافظة القاهرة، حققت الإدارة نجاحات كبيرة بضبطها قرابة 4 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة ملك سلاجة لحفظ السلع الغذائية، وكذلك ضبط أكثر من 6.5 أطنان من مقطعات اللحوم والدواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن سلاجتين بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية، وضبط قرابة 50,000 قطعة أدوات مدرسية وأجهزة منزلية مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن إحدى الشركات تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق. امتدت جهود الإدارة إلى محافظة الإسكندرية، حيث نجحت في ضبط قرابة 10 أطنان مستلزمات إنتاج حلوى جافة مجهولة المصدر، إضافة إلى أكثر من 40,000 عبوة حلوى داخل عبوات غير مدون عليها ما يفيد تواريخ صلاحيتها، ونحو 0.5 طن حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص بالدخيلة، وضبط نحو 34,000 عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالعامرية، وضبط قرابة 7,000 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام داخل محل لتجارة مستحضرات التجميل بدون ترخيص يقع بمنطقة المنشية. وبالبحيرة، استطاعت الإدارة ضبط أكثر من 25.5 طن ورق عنب غير صالح للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين بحوزة مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية كائنة بمنطقة النبارية. الإدارة نجحت وبنطاق محافظة المنوفية في ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر، إضافة إلى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية. وبنطاق محافظة الغربية، نجحت الإدارة في ضبط 12.5 طن ملح طعام داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بحوزة مالك مطحن لطحن الملح بدون ترخيص، وضبط 12.5 طن مبيدات زراعية غير صالحة للاستخدام بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية بطنطا. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من حيث معدلات الإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والتي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك تسجيل الأسر والانتهاء من تدريب الفرق الطبية تمهيدا للتشغيل التجريبي تباعا بمحافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان والسويس. وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيا بحيث يتلقى المواطنون الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم دكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون الثنائي المشترك بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونسكو. يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تنفذها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية العربية والمصرية
لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج. وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة ودورها في التواصل مع المصريين بالخارج، خصوصا البرامج التي يتم تنفيذها لأبناء الجيل الثاني والثالث من مصري الخارج للتعريف بوطنهم الأم ومفاهيم الأمن القومي المصري. شهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار عرض قفز بالمظلات الذي أقيم بمنطقة سفح الأهرامات. أقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا، وذلك للترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر. وأكد الوزراء حرص الوزارات على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة المصرية. أخبار المال والأعمال محليا وعالميا بعد الفاصل مع محمود يوسف. أخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة، أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات قطاع الأعمال بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أنشأتها مصلحة الضرائب في موعد أقصاه مطلع يوليو المقبل. وأضاف معيط أن المجلس قرر أيضا إلزام هذه الجهات بعدم التعاقد مع موردين أو مقاولين أو مقدمي خدمات إلا إذا كان المتعاقد مسجلا في المنظومة. ولفت إلى أن القرار يستهدف تعزيز الحوكمة وحصر أكثر دقة للمجتمع الضريبي بما يساهم في تحصيل حق الدولة والحد من التهرب الضريبي وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي. أطلق وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية. وأشار المصلحي إلى أن المشروع يأتي في إطار دعم التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة 2030. تراجع حجم الواردات خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر بنحو 14%. وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الواردات سجلت حوالي 52 مليار دولار، وفيما يتعلق بالصادرات فقد انخفضت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 20 مليارا و600 مليون دولار. واحتل قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية المرتبة الأولى في حجم الصادرات، تلاه قطاع الكيماويات والأسمدة، ثم الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. وجاءت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، ثم السعودية والولايات المتحدة. بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع مع سفير جيبوتي لدى القاهرة محمد ظهر سبل تعزيز التعاون. وأكد ربيع حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة بما يحقق المصالح المشتركة ويتماشى مع اتجاه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على جميع الأصعدة. وأعرب عن استعداده لتقديم التسهيلات الممكنة الكفيلة ببدء التعاون الفعلي في المشروعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أبدى سفير جيبوتي رغبته في إجراء لقاءات أخرى لبحث فرص التعاون الممكنة. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وأمين عام منظمة منتجي البترول الأفارقة عمر إبراهيم توقيع اتفاقية التعاون بين البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إفريكسيم بانك ومؤسسة استثمارات الطاقة الإفريقية إيكور برعاية مصر. وبموجب الاتفاقية اتفاقية التعاون ستعمل المؤسستان على تنسيق المبادرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة وبصفة خاصة البنية التحتية بالقارة. وقال الملا إن تحديات الفترة الحالية عززت ثقافة التعاون بين الدول، واعتبر أن تنمية صناعة البترول الإفريقية هي المفتاح لمزيد من التنمية والتطوير في باقي القطاعات الأخرى. قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد إن فرق المتابعة بالصندوق رصدت أشخاصا وقنوات عبر الإنترنت تروج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي. وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء وملاحقتهم قضائيا. وأكدت رئيس الصندوق أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها قبل مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وشددت على أن التصرف في الوحدات بالمخالفة للشروط القائمة يعد باطلا. تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق جلسة التعاملات اليوم مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية في الشهر الأخير من العام وسط نشاط نسبي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات. وانخفض المؤشر الرئيسي جي اكس 30 بنحو 2% ليغلق عند مستوى 11023 نقطة، بينما ارتفع المؤشران اي جي اكس 70 اي دبليو اي واي جي اكس 100 اي دبليو اي متساوي الأوزان بنسبتي 6% و5% على التوالي. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه لينهي التعاملات عند قرابة 642 مليار جنيه. قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن البنك غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، ودعا الدولة إلى وضع خطة للتعامل مع الأمر في ظل تفاقم الأزمة المالية. وأكد سلامة الالتزام بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكنه أشار إلى أن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون. وأضاف المركزي أن المركزي سيسعى إلى إعادة تنظيم وبيع البنوك التي لا يمكنها زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% بحلول الموعد النهائي المقرر لذلك في نهاية فبراير المقبل. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه لن يتخذ أي إجراء فوري لإلغاء المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين. وأضاف بايدن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أضاف أنه أيضا لن يتخذ قرارا فوريا بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية. وفرض ترامب رسوما جمركية تبلغ 25% على قرابة نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. وبموجب اتفاق التجارة وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل. هوى الدولار إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام بعدما زادت شهية المستثمرين للمخاطرة. جاء ذلك بفعل حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية مقترحة لتخفيف تداعيات جائحة كورونا. ويحظى التحفيز المقترح بدعم من داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتبلغ قيمته 908 مليارات دولار. تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال أسبوع بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط هبط بواقع 679 ألف برميل إلى 488 مليون برميل، كما انخفض استهلاك الخام بمصاف التكرير بنحو 251 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وهبط معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 0.5 نقطة مئوية، وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط بحوالي 454 ألف برميل يوميا. تراجع معدل البطالة قليلا في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ نسبة 8.4% من اليد العاملة. وقدر المكتب الأوروبي للإحصاءات عدد العاطلين عن العمل ب 16 مليون و236 ألف رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي، بينهم 13 مليون و825 ألفا في منطقة اليورو. وتثير إعادة فرض قيود إغلاق خلال الخريف في أوروبا مخاوف من تدهور اقتصادي جديد ومن ارتفاع جديد بالبطالة نهاية العام. أطلق وزير التموين والتجارة الداخلية عادل مصلحي المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية. وأشار المصلحي إلى أن المشروع يأتي في إطار التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة 2030. تقدم آخر لإنشاء صوامع حقلية جديدة سوف تدخل الخدمة قريبا مع الصوامع الأخرى التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة لتخزين الأقماح، لتصل الطاقة التخزينية له إلى ما يقارب 4 ملايين طن بحسب المسؤولين بوزارة التموين. الصوامع الحقلية ميزتها إنها هترفع كفاءة دورة العمل في تسويق الأقماح، لسبب الصوامع الحقلية إحنا بنعملها في مكان الشون بتاع زمان، فالشونة كانت بتبقى موجودة جنب الحقل أو في وسط الحقول الزراعية، وبالتالي تقرب المسافة وصول القمح من المزارعين، وفي نفس الوقت نقدر إحنا ننقل منها إلى الصوامع الرئيسية. المواطن هو محور الاهتمام، المشروعات الجارية والهدف والقوة الدافعة، فالمواطن محور الاهتمام، وزي ما تفضل فكرة أنه يبقى دايماً التخزين معمول بطريقة تقنية عالية، وده بيحصل طبعاً من خلال دعم فني أيضاً من جمهورية إيطاليا
في الجزء الثاني المشروعات الجارية. العقد الذي وقع بين الشركة المصرية القابضة للصوامع وشركة الإنتاج الحربية للمشروعات بحضوره وزير التموين والإنتاج الحربية والتعاون الدولية والسفير الإيطالية يقضي بإنشاء 6 صوامع حقلية بطاقة تخزينية تصل إلى 30,000 طن. أنا سعيد جدا بهذا التعاون بين مصر وإيطاليا، فالمشروعات التي سيتم تنفيذها لإنشاء صوامع حقلية سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري وكذلك زيادة الإنتاج. تصريحات وزير الإنتاج الحربي هي الأخرى لم تبتعد عن هذا السياق، إلا أنها جاءت بهدف آخر لتطوير تلك الصناعة بمصر من خلال إدخال تلك التكنولوجيا إليها. الجانب الفني مايل حقيقي بدرجة ما ناحية التكنولوجيا الإيطالية. جاء الاتفاق ده عضده أو قويه أو قواه أو شجعنا إن احنا إن شاء الله نبدأ في مفاوضات يعني جادة لإنشاء خطوط إنتاج في شركات الإنتاج الحربي لهذه التكنولوجيا وهذه الصناعة. وبذلك تكون الدولة قد أضافت بعدين إلى تلك الصناعة، هي زيادة القدرة التخزينية وإدخال تلك الصناعة إلى مصانع الدولة. ومع اكتمال تلك المنظومة تكون السنوات الست الأخيرة قد أنتجت طاقة تخزينية للقمح تصل إلى 4 ملايين طن، بعد أن كانت لا تتعدى 1.5 مليون طن قبل هذه السنوات. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. أشاد المشاركون في مؤتمر الناس والبنوك بالبنوك المصرية التي استغلت أزمة كورونا وأضافت منتجات بنكية رقمية جديدة، مما وفر دفعة قوية لزيادة التعاملات البنكية الإلكترونية. وأكد المشاركون خلال ختام النسخة 14 من المؤتمر أن البنك المركزي المصري قدم أكثر من 17 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا، حيث شملت هذه المبادرات القطاعات الاقتصادية كافة. لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسات المؤتمر الاقتصادي الناس والبنوك في نسخته 14 تحت عنوان التعافي الاقتصادي من كوفيد-19. في برضه محاور كتيرة جدا، ان احنا ما زلنا التطور المطلوب في الرقمنة والتحول الرقمي، التطور المطلوب في الشمول المالي، الوصول لكافة العملاء، كل هذه المحاور مهمة جدا وبنأكد عليها في المؤتمر، للوصول لأكبر عدد من العملاء والوصول إلى شمول مالي حقيقي وتحول رقمي حقيقي لمجتمع لا نقدي. أعتقد مصر ماشية بقوة في هذا الموضوع، في كل الدولة شغالة، كل واحد في مجاله، بنك المركزي، البنوك المتخصصة، البنوك العامة، البنوك المتخصصة، البنوك التجارية، الوزارات، كله شغال في هذا المجال. وأعتقد أن مصر في خلال 2-3 سنين بكثير قوي هتكون من الدول الرائدة في هذا المجال. عندنا عدد كبير جدا من الشباب، حاجة تفرح، في القطاع المصرفي في جميع الأزمات تفوقهم، وبتلاقي أن يعني تفوقهم دوت يعني بيبقى عائد على العملاء بالذات، يعني خدمة العملاء، لأن أهم حاجة ثقة العميل اللي حاطط فلوسه في البنك دي مهمة جدا. المؤتمر ناقش أيضا خلال فعالياته مبادرات البنك المركزي وقانون البنوك، بالإضافة لجلسة عن استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومستقبل الصادرات بمصر. فترة الكورونا كانت فترة صعبة، لكن البنك المركزي قدم مبادرات كتيرة قوي، منها ومن أهمها تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور، ودي كانت بتنطبق على جميع الشركات سواء مصدرين أو غير مصدرين، وبالتالي إحنا قدرنا نساعد هذا القطاع إن هو طبعا اللي تأثروا الصادرات، يمكن مش كلها تأثرت، لأن في بعض الصادرات تم بالفعل زيادة حجم الصادرات فيها، مثل القطاع الزراعي وقطاع الأدوية وقطاع الكيماويات، دي تم بالفعل زيادة الصادرات فيها خلال حتى فترة الكورونا. التمويل العقاري وأهم ما وصلت إليه البنوك في التمويل العقاري بالمدن الجديدة والتي نفذتها الدولة للنهوض بالقطاع العقاري كانت أحد أهم المحاور على مائدة المؤتمر. احنا بنعمل دلوقتي على توسيع تكبير الحصة السوقية بتاعة البنك، خدمة عملاء أكتر، تقديم منتجات مناسبة للسوق، حصل تعديلات داخلية جوه البنك اللي تدعم هذا، تم تعديل وتغيير في نظام الاي تي للبنك، عشان هو ده المنصة الأساسية اللي بتتبني عليها جميع المنتجات. بالقاهرة جاء انعقاد هذا المؤتمر الاقتصادي ليؤكد إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية ومؤشراتها التي رصدت النمو الاقتصادي في ظل ما تعرض له الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا. الأحوال الجوية والطقس وبيان درجات الحرارة بعد الفاصل مع رانيا محمود.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم والنشرة الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، دافئ على شمال الصعيد وجنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، أما الرياح فهي معتدلة والبحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية غربية. أما عن سيناء فالطقس معتدل شمالا، دافئ جنوبا نهارا، بارد ليلا، ورياح معتدلة والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما عن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير إلى استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية. أما عن مدينة القاهرة ودرجة الحرارة غدا فنبدأها كالآتي: يوم الخميس 22/14، يوم الجمعة 22/13، يوم السبت 21/13. وفي مدينة شرم الشيخ يوم الخميس 25/16، الجمعة 24/16، السبت 24/15. وفي مدينة الأقصر يوم الخميس 24/10، يوم الجمعة 24/11، وفي يوم السبت 24/11. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بقية مدن ومحافظات مصر فهي كالآتي: في القاهرة 22/14، الإسكندرية 22/13، دمياط 22/14، بورسعيد 22/15، العريش 21/12، رفح 21/12، الإسماعيلية 23/12، السويس 22/13، وفي مطروح 20/12، وادي النطرون 22/13، المنصورة 22/13، طنطا 22/14، دمنهور 22/13، سانت كاترين 17/3، الغردقة 26/15، وفي شرم الشيخ 25/16، الفيوم 22/11، المنيا 23/9، أسيوط 23/10، وفي سوهاج 23/10، قنا 23/10، الأقصر 24/10، الوادي الجديد 24/9، وفي أسوان 24/12، حلايب 26/19، شلاتين 28/18، أبو رماد 27/17، وأخيرا في رأس حدربة 26 والصغرى 19. مشاهدينا الكرام نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. دعما لمنظومة النقل العام، الرئيس السيسي يتفقد نماذج مركبات متعددة الاستخدام وأحدث المركبات المدرعة لمكافحة الإرهاب. الحكومة توافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام، وتتخذ إجراءات لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا. في بارقة أمل لمواجهة كورونا، بريطانيا أول بلد في العالم يرخص لاستخدام لقاح فايزر وبايونتك. ودائما يمكنكم متابعة البث الحي نشراتنا وبرامجنا والمزيد عبر مصبيرو.إيجي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.